ازيك وحلقة جديدة وسريعة من سلسلة هتبقى موجودة هنا على القناة مختصة بس ببرنامج فوتوشوب. طبعا كذا حد فيكم كان طلب مني قبل كده ان احنا نعلي الموضوع شوية ومش بس نتكلم عن الموبايل وبيكسل ارت، لا كمان نتكلم عن فوتوشوب وايه الاستخدامات بتاعته. فهنعمل ده في حلقة النهاردة. هقولك على احسن 10 حركات وتريكات كده تقدر تعملهم بشكل سريع قوي على برنامج فوتوشوب. خد لك حلقة خش في الموضوع. اول حاجه عجبتني في الابديت الجديد ان انت ازاي بكل سهوله تقدر تعمل سيلكت على اي حاجه موجوده في الصوره عندك. من الجنب هنا هلاقي حاجه اسمها الماجيك تول، كليك يمين عليها واختار حاجه اسمها اوبجكت سيلكشن. بكل بساطه بمجرد ما اجيب الماوس على الشخص اللي موجود في الصوره هو هيبدا يفهم ان ده شخص وانا عايز اقصه. هدوس دوسه بس صغيره كده الشخص بقى عندي متحدد زي ما انت شايف. الحركه ان انا اقدر اعمل سيلكت بشكل سريع دي بصراحه سهلت عليا في تكنيك انا كنت بحب اعمله، علشان انا بحب اكتب من ورا الصوره. ف بكل بساطة دلوقتي اقدر احط الكلمة بتاعتي من ورا الشخص زي ما انت شايف، وحرفيا في اجزاء من الثانية. تاني حاجة خلينا اكلمك عنها، ازاي تقدر تمسح اي حاجة مش عاجباك في الصورة حرفيا في اقل من ثانية. دي الصورة مثلا بتاعتي، انا مش عاجبني مثلا الحاجات اللي موجودة تحت دي، هبدأ اختار التول بتاع السيلكت وهحدد الحاجات اللي مش عاجباني. فلنفترض مثلا دي، هدوس كليك يمين وهدوس على فيل وهدوس على اوكي، خلاص ما بقتش موجوده. طيب خلينا برضو نجربها في حاجه تانية. انا دلوقتي عندي الصوره دي بس مش عاجبني ان في شخص موجود هنا وعايز الصوره تبقى فاضيه بس على الشخص اللي بيتشقلب. فهاجي على التول دي فبرضو هعمل سيلكت على الحاجه اللي مش عاجباني بالشكل ده. كليك يمين من الماوس بتاعك وهتلاقي كلمه اسمها فيل، بس اهم حاجه تتاكد ان هنا اسمها كونتنت اوير وتدوس اوكي، خلاص ما بقاش موجود. بس كده جامد. رقم 3، وخلينا اكلمك على حاجه من اروع الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، ازاي اقدر اغير المنظر اللي موجود ده اخليه حرفيا في مكان تاني. هاجي من عند فلتر وهختار حاجه اسمها نيورال فلترز، وهاجي عند لاندسكيب ميكسر وهشغلها من هنا. زي ما انت شايف هلاقي على اليمين هنا كده في شويه تمبلتس موجوده، اختار اي شكل انا عايز ده يبقى موجود فيه. خلينا مثلا نجرب الفلتر بتاع التلج. تقدر برضو تختار اي حاجة تانية، خلينا مثلا نجرب المود الصخري ده. ايه ده بقى؟ فعشان ما تنساش شكل الصورة اللي قبل كده كان ايه، فده كده الصورة كانت قبل ودي الصورة بعد، حرفيا هو غير فيها وفي نفس الوقت حافظ عليها ان هي ما تبقاش صورة بايظة او تحس ان هي متركبة او اي حاجة. الموضوع بقى جامد. رقم 4، وهنا دي اداه جديده هتبقى جامده قوي لكل المصورين، ازاي تاخد اي اديت من اي صوره تحطه على الصوره بتاعتك. زي ما انت شايف فانا عندي الصوره دي وعايز اخد الالوان بتاعه الصوره دي. هاجي برده من عند فلتر واختار نيورال كالعاده، وهتلاقي قبل الاخير حاجه اسمها كلر ترانسفير هتشغلها. هتلاقي برده موجود عندك تمبلتس هنا بس ده مش اللي احنا عايزينه. هندوس على كاستم ومن الجنب هنا هختار الصوره دي واقول له انا عايز الالوان بتاعتها تبقى موجوده هنا. الصوره اهي، هو انا قال خلاص كده الالوان بتاعتها. حرفيا انت تقدر تحمل اي الوان صوره وتحطها على الصوره بتاعتك. بس الموضوع ده هيسهل عليا مثلا في ايه، لو انا في تون معين انا مش عارف اوصل له مثلا وانا بعمل اديت، بس قدرت اخد الصوره قريبه شويه من المود اللي انا عايزه واقفه بس على الالوان، خلاص ما بقاش فيه مشكله، هقدر في ثواني اسرع الالوان. رقم 5، وحرفيا الاضافه دي فتحس ان فوتوشوب كده اتضايق من برنامج فيس اب وقال لك انا كمان عايز اعمل الحوار ده. حرفيا انت تقدر تحول الصوره بتاعتك من الشكل ده للشكل ده، يعني تقدر ترجع اي حد عندك كبير في السن تخليه شباب مره كمان. برضه هاجي عند فلتر وهدوس عند نيورال، وهاجي عند سمارت بورتريت وهفعلها من هنا كده، وهبدا بقى اتحكم في الموضوع. وهاجي عند جلوبال من هنا، وهاجي عند فيسل ايدج كده وهجيبها بس كده ناحيه الشمال. عبط. تقدر طبعا ازود ده، طبعا انا هرجعها كده اخلي الراجل يرجع شباب كده منور تاني. زائد كمان ان انت تقدر تتحكم في زاويه الدماغ، يعني هم ما خلوش حاجه، يعني خلي الراجل بص هنا ولا خليه بص هنا. الاضافه الثانيه ان انا اخليه كمان بقى يتحكم. ايوه كده خلي الدنيا حلو. انا دلوقتي مثلا مصور الصوره دي وحاسس ان هو مش احسن بصه ليه ان هو باصص للكاميرا، انا خليه مثلا باصص ناحيه اليمين. هاجي برده عند اي دايركشن، يعني بصراحه الموضوع بقى جامد. فخليك كده تبص على الصوره قبل وادي الصوره بعد. طبعا انا عارف ان ده موجود في برامج تانية على الموبايل، بس كون ان هو يبقى موجود على الفوتوشوب فده معناه ان هو هينقل الموضوع بشكل تاني. يعني انا متحمس الحاجات اللي جايه. رقم 6، وهنا هقول لك على طريقه تقدر تقص بيها الشخص حتى لو شعره كيرلي ومليان تفاصيل كتير. من الكيبورد بتاعك هتدوس على كنترول والت وار، هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده. هتدوس على سيلكت سبجكت، خلاص كده هو حدد. وهتلاقي اللي جنبها حاجه اسمها ريفاين هير، هتدوس عليها هيبدا هو يظبط الشعر. لو جينا كده عملنا زوم وبصينا على الشعر فعلا هتلاقي الشعر اتقص بشكل جامد قوي.
فبصراحه حاجه جامده قوي انك تقدر تقص بيها اي حاجه موجوده في الصوره بتاعتك، خصوصا الحاجات اللي هي بتبقى ايه معقده كشعر كده. ازاي تقدر تزود مساحه الصوره بتاعتك لو انت متصور صوره مثلا بالشكل ده وعايز الصوره بتاعتك تبقى موجوده بشكل اعرض، وكمان لما تيجي تنزلها على انستجرام ما تحتاجش ان انت تعملها كروب، لا تنزل معاك بشكل كامل. هتدوس بس كده على الصوره بتاعتك دوستين ورا بعض عشان نشيل القفل ده عشان نقدر نتحكم فيها. بعد كده تختار الاداه بتاعت الكروب وتختار المقاس بتاعك اللي هو هيبقى 1 في 1، ومن الكيبورد هتدوس على Alt وتبدا تشد كده لحد ما تاخد الصوره كلها. هتبص هتلاقي ان الحواف بقت موجوده بالشكل ده. كنترول ودوسه على الصوره من هنا كده هتبدا الحواف تتظبط زي ما انت شايف من هنا. كل اللي انا هعمله بعد كده ان هدوس كنترول وشيفت واي، هتبدا الحواف زي ما انت شايف كده تبقى موجوده ناحيه المكان الفاضي اللي بره. بعد كده هطلع فوق عند سيلكت واختار حاجه اسمها موديفاي، بعد كده هدوس على اكسبند واختار مثلا هنا رقم 5، هدوس اوكي. الحركه اللي عملتها دي ان هو السلكشن ده بس دخل كده شويه لجوه زي ما انت شايف. بعد كده هدوس على اديت، وبعد كده هختار حاجه اسمها كونتنت اوير فيل. حرفيا في ثواني ده اللي حصل، هو زود المساحه بتاعت الصوره وملى الصوره. انا مش عارف عملها ازاي بس هو عملها. رقم 8، وهنا هتكلم عن افكت سريع تقدر تعمله على الصور بتاعتك وتخليها كده واخده المود الدرامي شويه. تيجي كده من تحت عند العلامه بتاعت الدايره دي وتختار حاجه اسمها بلاك اند وايت، تطلع بقى فوق كده من عند كلمه ديفولت وتختار رقم 5 حاجه اسمها هاي كونترست ريد فلتر، تدوس عليها. وبعد كده هنغير المود بتاع الفلتر اللي احنا حطيناه ده، هنخليه من نورمال هنخليه على داركن، وهتبقى دي الصوره بتاعتك زي ما انت شايف. حرفيا في ثواني معدوده خدت كده ايه، خدت مود قفيل شويه ودرامي ومبين المود بتاع الشتا شويه. دي كده الصوره قبل ودي الصوره بعد. رقم 9، وخليني اقول لك على التول اللي احنا كنا بنستخدمها على طول في لايت روم على الموبايل، وهي ازاي تعرف تصطاد الالوان بتاعتك وتغير الايديت بتاعك حرفيا من مكان واحد بس. هاجي برده من عند اللايرز كده واختار برده علامه الدايره دي واختار اخر حاجه اللي هي اسمها سيلكتيف كلر. من هنا كده بقى هبدا اختار الالوان اللي موجوده عندي في الصوره وهبدا اغير فيها. مثلا انا هبدا اغير في اللون الاسود اللي موجود وهبدا ازود بقى اللون الاسود ده. هاجي مثلا عند اللون الازرق زي ما انت شايف موجود في الصوره، هبدا اغير فيه بالشكل ده. فحرفيا اي لون موجود عندك في الصوره تقدر تحدد بس اللون ده وتفهم البرنامج ان انت عايز تغير في اللون ده وهيتحول معاك بالشكل زي ما انت شايف. زي ما قلت لك دي برده شبه التول اللي احنا بنستخدمها على لايت روم اللي هي بتبقى مرحله اصطياد الالوان. فانت تقدر تعمل اديت جامد قوي على الصور بتاعتك من بس مكان واحد وبلاير واحد بس، يعني ادي الصوره قبل وادي الصوره بعد. رقم 10، واخر حاجه هتكلم عنها النهارده، هقول لك ازاي تقدر تضيف بريسيت سريع على الصور بتاعتك. هتيجي كده من ادجستمنت وهتختار حاجه اسمها كلر لوك اب بالشكل اللي انت شايفه ده، وهتبدا تغير في اللوتس اللي موجوده هنا. عارفه طول ما انت نازل هتلاقي اديتس موجوده بشكل مختلف وبريسيتس شكلها جامد قوي تقدر تحطها على الصور بتاعتك، يعني الموضوع مش هياخد منك ثواني. بس كده دي كانت 10 حاجات انا بحب استخدمهم في البرنامج هنا وهيفرقوا معاك في الشغل بتاعك خصوصا المصورين. اتمنى لو عجبتك اول حلقه من سلسله الفوتوشوب فما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتنزل تقول لي رايك تحت في الحلقه دي وعايز تشوف ايه في الحلقات اللي جايه.